السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة زيتوني مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا احنا في ولاد طالب قرب مديونة، قرب مديونة ولي ما عرفش مديونة كاينة في المملكة المغربية. هذا الخيرات عند خالد صديق تاعنا وراجل زين وراجل مصواب كما تعرفوه. نوريو هذه حولية خاصة، يديها الكزار، يديها الأياد، يديها اللي بغي شوي، يديها كل واحد. وأي لون كاين، جميع الألوان كاين، الكبير الصغير ميان النوع اللي بغيتي كما تشوف معنا في الكاميرا. حبابنا في مكانه، الخيرات نوريو الجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. هالخيرات كما تشوفوا معنا جميع المارك في الحولية. هذه الحولية اللي بغى الحولية وبغى يشوي أو بغى يذبح أو بغى يقزر أو بغى يعيد، هذا النوع تاع الحولية تبارك الله تبارك الله، كيفاش النوع الزين من النوع الممتاز كما تشوفوا معايا. تا هي قليل اللي فيها الصوفة، واني أكثر يا عريانة كي تشوفوا معنا. شوف سبحان الله اللي خلق وانشا الحولية كي دايرة. تبارك الله، وقفت معاك السي مرواد. تبارك الله تبارك الله، زغبة مرقد البروش. تبارك الله، الصوفة ما عندها والو كراندو. تبارك الله، أنا كاين واحد شوية جيلي في ظهره. مرقد البروش تبارك الله، والزين وكل شيء تبارك الله. هذه الحولية اللي بقى حولية أو جوج أو أربعة أو الكيلو أو كيف كاك ياك ياك السي مروان، حيت معينا نبيعوا لي معينا الكيلو نبيعوا لي الكيلو. هذا الشيء اللي كاين تيقول لنا مروان، كي تشوف مروان راه ديما تيعطينا تنعطيو الاسئله تيجاوبها بصراحه ويجاوبها بالحقيقه ويجاوبها بالمعقول كما تسمعونا وكما تشوفوا الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا واخا تصيفط دري هاد الناس راه ملاح كل جا. كما قلنا صديقنا تاع مروان قلنا ليه واش الفيرما تاعته ولا كاريها الضيعة، واش كاريها ولا تاع خالد تاع خالد ديال خالد ما كاري ما والو. هذا ماشي تيجي غير عام وتيمشي كما قلنا، هو دي من هنايا. هذا خالد الدار هنا، السكنه هنا، الوليدات هنا، كل شيء هنا، كل شيء هنا، ساكنين هنا كل شيء هنا. كي تسمعوا مروان وكيفاش تسمعوا هاد الناس. ها ولدو اخو خالد هذا اللي كيغوت اخو خالد، تعال عندنا تعال ادخل. مرحبا مرحبا، لا جيتي مرحبا. هذه حوليه كلها سنه الحليب ياك مروان خويا. تبارك الله تدردك بحال تقول خايل هذا الرعب. درك تبارك الله، راه هذه بدريه الصوفه ما فيهاش والزين اللي فيها تبارك الله والزين اللي فيها كي تشوفوا معنا الزين والصوفه ما كايناش. هاد الخيرات كيفاش قلتي لي؟ ها كيفاش قلتي لي؟ قلتي لي انا ولد خالد وانت اكبر من خالد. لا هو اكبر مني. وكاين اخو راه تيشبه لي سبحان الله اللي خلقه، واني قال لك انا ولده وحيد خويا زين وهذا وانا تيتسمى بحال الاب تاعي وتيتصرف معاه مزيان. انا تكرك انا راه ولده ياك. هاد الشيء اللي كاين هذا الزيتون الاخ ديال خالد. اييه هذا السي حسن وين قابل هنا كل شيء. اييه ما شي مشكل تيبان تا هو. هو كل شيء، هذا هو الكل في الكل في الفيرما. هذا هو هذا هو كل شيء في الفيرما فعلا. هو السي حسن ما كاين حتى حاجه. هذه كاينه وانت كيف كي هذا كي خالد عرفت عرفت انت راس الحربه الاول كما تشوفوا معنا. هذه حوليه البدريه بغيتي هاد الشواد تبيعها الكزاره العيد الخيرات عاد خالد كما قلنا زينة تبارك الله كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا. كل جا
الكنجة راه جا نمر التليفون خالد يا زيدي خالد يا زيدي واللي راه حنا ما غاديش الكنجة غادي يعيطوني بها غادي يعيطوني في النمرق اللي عنده تليفون والنمرق راه قول غيتصلوا به ان شاء الله غادي يكون على الشاشه غنديروا النمره تاع هادي على الشاشه ان شاء الله خلي الدوس تسوكر ولدي تسوكر عبد الرحمن كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تاع الحوليه تبارك الله اش تيديروا تيعوف تبارك الله الحمد لله هاد الخيرات والعيد راه تبقى بخيراته برزقه كما تنقولوا تبارك الله هاد الشيء راه كانوا تيقلبوا عليه ما تيسيبوش واني الحمد لله اقول لك سي كاينه شي حاجه لانوك هنايا يعني. كاينه شي حاجه منو لانوك في الحوليه كاينه هي مولات الصوفه كاينه هي مولات الكمامه كحله والعين كحله ورجلي الكحلي وريني تشوفوا كيفاش غادي تعطينا المعلومات تاعتها شتا مرجلة ها وين ها الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك يا مروة الله يرضي عليك شتا مرجلة قدامي تحكمها يلا ماشي مشكل انت اللي وراني تحكمها ها وين بحال هكاك تحكمها تبارك الله شوف مروة المسكين مروة انت هو تيتمحن معنا تبارك الله تبارك الله كم وياك الكمامة تبارك الله الدمعة تاكل بيساود وتقول بيساود سبحان الله العظيم وباش نعرفوا احنا راه تاع لانوك رجلي الكحلي زين كمامة كحلة زين دمعة كحلة وزين وزين وهذيك النمرة ما تذكروهاش النمرة ديال اللي شاريها اللي شاريها والمركز البروش السي الزيتوني تبارك الله مركز البروش وعلف صحيح ولي زيد انا كل زياد يا زيد انا كل زياد قلت لك المركز تاع البروش مركز البروش تاع شي جايه من البروش ها والدي هذه هو والدي تبارك الله وفعلا حتى نحاول ديك كيفاش الزيت تاع الحباب تاعنا كي تشوفوا معنا تبارك الله هذاك الشيء الزين ومن كل حاجه والمليح وكل شيء في هذا الغلم اللي تشوفوا معنا الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن دابا ولفاتك ما بقاش تروح تبارك الله على السي مروان واخا تمحنتي معنا وريتينا التصوير وريتينا هاد الخيرات تاعت هاد الحوليه كاينه فيها لانوك وكاينه فيها البدريه اللي باقا ما لحقتش لانوك كي تشوفوا معنا بدرجة اللي ما لحقتش لانوك تبارك الله كيف الحباب تاعنا كيف تشوفوا معنا حتى في هاد الخيرات تتوجد في اشبه بلاصه ولاد الطالب ولاد الطالب قرب مديونه ولاد الطالب قرب مديونه كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا راه هادشي علاش تيطيرو حيت واكلين ماشي ضعاف يلاه تيزيدو هادشي راه واكل واكل شي حاجه رفيعه باش تشوفيه مليح وزين وصحيح كل كان واكل شي حاجه ما لايقاش كلها ما تيتحركوش يا كاس عرفت الفصه تاع منين هذيك من زيدو حنا ملفقين من صالح هذه اه هذه انا شارينا من تازا اييه وزارينا لا تستوى هذا هو المعلومات اللي تيقول هذا الاخ تاع خو خالد اللي قال لك خالد رعابي قال لك هذه تيديروها الرسوم تيفلحوها هاد الفسق جايبينها متادله من الفقي بن صالح ولا متادله وتيفلحوها هنا عندهم الخيرات كما تشوفوا معنا هاد الفصات تاكل هاد الحوليه ها تاكل الحوليه الحولي كلشي تبارك الله حاطين ليها الفصق وحاطين ليها العلف حتى هو هادي الفصه كما تشوفوا معنا وهادي العلف قول لي هاد اجي
بلاتي يا مروان انت درك فاتك هذاك ثلاث ديال التوج هذا تنصوبوا الروسنا في الشعير وفي الدرا زيد وفي النخاله بيب زيد وفي الفصه بيب حتى هي زيد صافي هادشي تنديروا فيه تنديروا فيه شويه الشوجة الشوجة واش الاخر والدرا والشعير وفصه بيب هذا اللي كاين النخاله بيب هذا هو العلف هذا هو العلف ديالها تنصوبوا الثوم والفويليه تنديروا فيه تنقرشوا شويه تبارك الله ما كاينش جلبانه لا والو جلبانه غاليه عندنا شويه ما كانتش غاليه نجيبوها ياك